Alleluia, Alleluia, Shilia wa Washla, Shlama Amchon, Amma Chuam Rocha, Yom Galiun Kaddish Admarai Shom Shiha, Karozu Thad Matai. Shuhalam Shiha Marana Min Ishla, فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فانفتحت له السماوات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وجائيا عليه وإذا صوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت حينئذ أخرج يسوع من روح القدس إلى البرية ليجرب من إبليس فصام 40 يوما وأربعين ليلة وأخيرا جاع شو حال لها من أي شو حال لم شي حمارا بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير Good morning أخوتي وأخواتي الأعزاء سلام ربنا وإلهنا يسوع المسيح يكون وياكم بهذا الصباح المبارك هل كان يسوع المسيح محتاج بأنه يتعمد؟ الجواب هو لا لكن ربنا وإلهنا راد يشوف لنا الطريق للخلاص الطريق للخلاص هو دائما يبدي بالمعمودية المعمودية مثل ما تعمد مخلصنا يسوع المسيح احنا كلنا تعمدنا اخذنا سر العماد المقدس اخذنا نعمة الروح القدس وراء العماد مال يسوع المسيح جاء صوت من السماء يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت في وقت العماد مالتنا ننتقل من حالة إلى حالة أخرى من أولاد وبنات لآدم وحواء إلى أولاد وبنات ليسوع المسيح وللكنيسة هاي النعمة اللي ناخذها في حياتنا لكن لأنه نعيش في عالم لأنه نعيش في هذا العالم وهذا العالم هو مبني على أمور جدا بعيدة مرات عن إيماننا المسيحي إحنا كلنا نجرب مثل ما جرب يسوع المسيح مثل ما جرب يسوع المسيح بعد العماد طلع إلى البرية على مود يجرب دي أعطينا المثال يسوع المسيح بأنه كل إنسان هو معرض إلى التجربة التجربة بحد ذاتها هي مو خطيئة لما أني أجرب بحد ذات التجربة هي مو خطيئة بذاك الوقت شو أسوي لما الإنسان يجرب مثلا واحد ضوجني بالكلام وأني شو أسوي بوقتها ذاك الوقت الإيمان المسيحي أو الروح القدس في حياتي لازم أفعله أفعل الروح القدس تفعيل الروح القدس ما يجي من لا شيء تفعيل الروح القدس لما أعطي المجال لربنا عن مود يشتغل في حياتي تفعيل الروح القدس نفسه وهذا يحتاج إلى صوم لأنه يسوع المسيح صام محتاج إلى صلاة محتاج كإنسان مسيحي محتاج إلى أن أخذ جسد يسوع المسيح أتنعم بالأسرار أقرأ كلمته الحية لا فقط أني أكون مسيحي بالاسم لأنه المسيحي بالاسم المسيحي اللي ما يأخذ من الأسرار الكنسية المسيحي اللي ما يتنعم بكلمة الله المسيحي اللي ما يكون على شاكلة المسيح بوقت التجربة ايش راح يصير يوقع لكن الإنسان المسيحي الحقيقي هو الإنسان اللي يعتمد في حياته دائما على كلمة الله ودائما يعرف في وقت المحن وقت الصعوبة وقت الشدائد حتى إذا كان العالم قاسي حتى إذا كانت الخطيئة قاسية
حتى كانت إذا بأنه الخطيئة مسيطرة على حياتنا بذاك الوقت الإنسان المسيحي يقول يا رب لست أنا أحيا بل أنت تحيا فيها مثل مربولوس اللي قالها الحياة هي تجارب منو من عندنا ما يجرب مرات هواية باليوم منو من عندنا ما يأخذ قرارات مرات هي مبنية على إيمان المسيحي منو من عندنا مرات ما يعض على لسانه على مود لا يقول الكلام اللي يريد يقوله منو من عندنا ما يخطأ منو من عندنا ما يوقع الإنسان المسيحي هو إنسان وإن وقع أكو قيامة بأنه أني أوقع من خطيئتي ولهذا في درب الصليب يسوع كم مرة يوقع تحت الصليب 3 مرات يبين لنا مرات هواية إحنا نوقع تحت صلباننا أهم شيء بأنه أني ما أكون تحت ثقل الصليب مالي وأقول بأنه أني ما أقدر أقوم الإنسان المسيحي هو إنسان يعتمد على تفعيل الروح القدس في حياته من خلال أقواله من خلال أفعاله من خلال أفكاره وكلنا إحنا بهاي المسيرة نطلب من ربنا وإلهنا بأن الروح القدس دائما يكون فعال في حياتنا نطلب من ربنا وإلهنا بأن الروح القدس يعطينا القوة لكي ما نشهد لربنا وإلهنا في عالم ممكن أن يتناسى كل هذا الشيء نطلبه بشفاعة مريم أمنا وبشفاعة القديس غورغيس بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين صبروا صبري ثم مريم طاردمش